سنسلك للآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي شمر إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون ولا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله فلينصرونكم أو ينتصرون فعكبكم بهم والغاون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون وما لنا من شافين ولا صديق حميم ولو أن لنا كرة ونكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخونون لا تتكون إني لكم رسول أمين واتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين واتقوا الله وأطيعون.